وحبا لهذا الوطن الغالي. يا أخي إحنا ما نسي شيء، الله وهبنا جل وعلا ماء وجيهنا، نريد أن نحفظ ماء وجيهنا ونلقى الله يوم القيامة نقول ربي حفظنا ماء وجيهنا الذي وهبتنا، فاحفظنا اليوم الذي لا يوجد حفيظا سواك. ما نشيش في مسؤولية أو منصب أو كرسي أو أتربع أو وزارة أو قيادة لواء، لا، أريد أن يعيشوا اليمنيين رافع رؤوسهم، لا يشحتوا في دول الجواز، لا يوصل بجوازه أو البروسبور حقه إلى أي دولة يقول له أنت يمني في استصغار، يقول له أنت يمني وهو رافع راسه. لنا معزة يا أخي، قد قال الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم: جعلت لك الشام خراجا واليمن مددا. نحن القادة الذي فتحنا السند والهند، من هم؟ من يكون الذي فتحوا؟ نحن اليمنيين لا سوانا أحد. من أين عبد الرحمن الغادي؟ من أين قتيبة بن مسلم؟ من أين أبا عبيدة؟ من أين فلان؟ من أين الهنداني؟ من أين الخولاني؟ فتحوا وبنوا القلاع في العالم، تاريخنا مشبع. محمد العريفي لن يأتينا في السعودية الذي كان الخطيب أعتانا من تاريخنا إلا بواحد في المئة، وقالها للسعوديين، قال وتضايقتوا، هذا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكن احنا نغفل عن ذلك. صحيح.